السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ايبيك فاميلي. كنتمناكم تكونوا بخير وتكونوا صحه جيده. اليوم غادي نشوفوا الاحتفاليه ديال المنتخب المغربي والجماهير المغربيه المتواجده هنا في برشلونه، والاحتفاليه ديال الجزائريين في طبيعه الحال معنا هنايا في اسبانيا وفي برشلونه في مدينه برشلونه. خليكم مع الفيديو الاول اللي غادي يكون الاحتفاليات مع المنتخب المغربي في الملعب، في ارضيه الملعب. كما قلت لكم الاخوان، المهم الجماهير الجزائريه هنايا كتشجعنا، والجماهير التونسيه يعني كل العرب تيشجعونا هنايا في الديار الاوروبيه. وغادي نخليكم مع الاحتفاليات. سيواصل المشوار في هذا المونديال، نعم كنتم نجوم تتلألأ. سيد الحار سيد الحار سيوا.